أول حاجة هنعملها مع بعض هتكون حلوى الشوكولاتة المقرمشة. ومقادير الحلوى هتكون 1 كوب دقيق، 1.25 كوب سكر، 1/2 كوب كاكاو، 1/2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 110 جرام زبدة مذابة، 2 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، 1 كوب شوكولاتة محشية بالتوفي مقطعة قطع صغيرة. أما بالنسبة للتوبينج أو اللي هنحطه فوق الوش، هيكون عبارة عن عندنا صوص كاراميل، وعندنا شوكولاتة مذابة، وعندنا قطع شوكولاتة محشية بالتوفي مقطعة قطع صغيرة. بالنسبة للحلوى، هنجيب الزبدة المذابة والسكر والبيض، وهنحط معاهم كمان الفانيليا، ويدوب هنقلبهم بس مع بعض شوية صغيرين. بعد كده هنحط كل المقادير الجافة، وهنقلبهم مع بعض. وبكده الخليط بتاعنا بقى جاهز، ونحط الخليط بتاعنا في قالب مدهون بزبدة ودقيق، وننزل العجينة كلها، ونفردها، نجيب قطع الشوكولاتة المحشية بالتوفي ونبتدي نرشها فوق الوش. وهي لما هتبتدي تتخبز هتبتدي تدخل جوه العجينة وتسيح جواها، وهتدي طعم لذيذ، والسوداني اللي فيها هيبقى بيقرمش. ودلوقتي ادخلها الفرن على 160، وهتقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة في الفرن. وده بيبقى شكلها لما بتطلع من الفرن. ودلوقتي فاضل ان احنا نزوقها. هنبتدي بان احنا نحط شوية من الكراميل صوص عليها، وبعدين نجيب شوية من الشوكولاتة السايحة، شوكولاتة اللي احنا مقطعينها صغير ونحط فوقها، وبعدين مرة تانية هنحط شوية كراميل فوق الشوكولاتة دي كمان، هنرجع نحط شوكولاتة كمان